مرحبا بكم على بعد بيطفي، بس انا سويت هذا الجروب بالغلط وخذ مني 100 روبوكس مع اني ما ابغى، كنت بقيت على اساس اشتري ملابس لان انا كنت شحنه 2000 وبنزل فيديو قريبا. ما راح انزل اسف بس عشان تخربط، وباحذف الجروب ما اقدر كل ما ضغط شيء ما اقدر، يقولي تطلعين من الجروب وما ادري وش. من اول احاول احذفها من اول ماني قادره، ادقق على كل اعرفه ما اكثرهم ما يعرفون. ابليس قولوا يعني شلون احذفها.